بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة العالمين. ما زلنا في مكروهات الصلاة والبدع التي أحدثها الناس في الصلاة وليس لها أصل في السنة وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الناس ابتدعت أشياء كثيرة وأدخلت أشياء كثيرة ليس لها أصل في السنة في الصلاة. رفع اليدين، الإنسان لما يبتدي يرفع يديه عشان يقول الله أكبر، السنة أن ترفع رجلك هكذا. حزن المنكبين والإبهام يكون عند أسفل الأذن كده. بعد نستعمل إزاي؟ الله أكبر الله أكبر. هذا ليس من السنة، السنة هكذا الله أكبر، ولازم الكفين يكونوا مفرودين كده. وما المهم معنى رفع اليدين هكذا؟ معناه إلقاء الدنيا وراء ظهرك والاستعداد للدخول في الصلاة. أنت بترمي الدنيا وراء ظهرك، دي ملاش معنى. ايه دي؟ لا كده، هذا هي السنة. ايضا كثير من الناس خصوصا الائمة بيمطوا في التكبير الله اكبر، هذا ليس لهم السنة، هذا له اصل. خصوصا الان في مكبرات صوت، ما الداعي ان تقول الله اكبر الله اكبر فقط؟ اما التمطيط هذا ليس له اصل، نقول الله اكبر هذا ليس له اصل. ايضا خطا شائع بيقع فيه كثير وهو شيء مكروه، المأمومين عندما يكبرون يرفعون اصواتهم. التكبير في السر للمأموم، الامام فقط هو الذي يعني يرفع صوته بالتكبير، لان التكبير للاعلان عشان يعرف الناس انه دخل في الصلاه. المأمومين ما يقولوش الله اكبر بصوت عالي، لكن تلاقي كثير منهم يقولوا الله اكبر. ما هذا؟ لم يثبت عن الصحابه ولا التابعين ولا اي حد من المأمومين انه كانوا بيرفعوا اصواتهم في التكبير. هو بيعمل كده يعني في بعض الناس رياء، في بعض الناس عنده هاجس ان هو لو ما عملش بصوت عالي يبقى ما دخلش في الصلاه. الشيطان بيوسوس له، انت ما قلتش تكبيره الاحرام تبقى صلاتك باطله، فيقولها بصوت عالي ويسمع عنك عشان يعني ايه نوع من التاكيد. لا، هو الشيطان عايز يخليك يعني بيحط لك تبريرات عشان تفعل يعني السنه بشكل خاطئ. يعني رفض واحد اخرس وهيقول الله اكبر في قلبه، مش هينطقها خالص، هتصوت صوته بطله. فالصوت ما يترفعش في التكبير تكبيره الاحرام الا للامام فقط، لكن كثير من المأمومين والمصلين لا يفعل هذا. برضو وضع اليدين، يعني كثير من الناس يضع يديه هكذا او هكذا، لا السنه هذا كذا على السرة أو فوق السرة بشوية، لكن هذه ليست لها أصل، لازم اليمين تبقى على الشمال. وبعض الناس بيعمل كده، هذا ليس لها أصل. إذا اضطريت، لأن مزنوق قوي لو عملت كده المرفق بتاعه هيخش في جنب أو صدر جارك اللي واقف جنبك بيصلي، يبقى هنا في سبب شرعي. لكن حاول قدر المستطاع كده، دي ملهاش أصل ودي ملهاش أصل. كثير أيضا من الناس بيفعل هذا. برضه في عاده مذمومه جدا عند كتير من الناس، يقف في الصلاه يروح فاتح رجليه على الاخر ويقوم برضه فاتح رجليه على الاخر. ده في 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 يعني في, في, في السنن رايته 17 واحده من اصحاب رسول الله يتوسطون في فتح اقدامهم، يتوسطون لما تفتحش القدمين قوي برجل بتاع رجليك قوي، لان يعني انت بتاذي جارك اللي جنبك، هتضطر ان هو يضم رجليه، هيبقى واقف مش مستريح. وانا كتير جدا من الناس بتعمل معايا كده، ابقى واقف يروح فاتح رجليه على الاخر ويضايقني انا، يخليني ابقى واقف مش مزنوق، يعني بضطر امد يعني اقفل رجليا اللي جنبي من الشمال وجنبي من فتح رجليه على الاخر. التوسط يا جماعه، بلاش الانانيه والاصل، تتوسط في فتح القدمين عشان تدي فرصه لجارك اللي جنبك هو كمان يفتح رجليه بشكل يكون مستريح فيه. لكن انت بتتسبب في إزاء جارك الذي يصلي بجانبك، وبالتالي لن يخشع في صلاته بالقدر الكافي، وستأسم وتتحمل أنت هذا الاسم، ما تستهنوش بهذا. فلازم تتوسط فتح القدمين، وبعدين انت بتفتح رجليك على الآخر تاخد مكانين مش مكان واحد، وبالتالي بتدي فرصة اللي يجي بعد كده عشان يلاقي الصف يتشغل. لو كل واحد فتح رجليه على الآخر بدل ما الصف هيبقى فيه 20 واحد يبقى فيه 10، هيبقى فيه 7.
يبقى انا تسببت في ان انا اخرت الناس ورا في الصفوف الثانيه، مع ان الناس لو وقفت بطريقه مظبوطه الصف هيسع الكثير. فلماذا لا اعرف لماذا يفعل الناس هذا؟ ايضا من السنه ان تكون الاقدام يعني مستويه ومستقيمه ناحيه القبله. كثير من الناس يقف في رجليه عامل اقدامه كده، عامل زي اسف زي شادي شبلي الممثل بتاع زمان، عامل رجليه كده. لا، رجليه عامل كده مش كده. انت كلك حواسك متجه ناحيه القبله، اصابع القدمين متجه ناحيه القبله، القدم لو في ميل يبقى ميل بسيط. لو انت مش قادر يعني مثلا في كثير من الناس بيبقى يعني المفاصل والقدم مش ما بيقدرش يخليها مستوى الميل، لكن قدر المستطاع لازم القدمين يكونوا متجهين ناحيه القبله. فدايما تمم على قدميك وانت ساجد، عينيك على الارض وانت ساجد وانت بتصلي. الافضل ان يكون النظر محل السجود. فبص على اقدامك، اذا لقيت اقدامك معوجه اظبطها، خليها ناحيه متجهه ناحيه القبله، لان ليس من السنه ان كل القدمين يكونوا عاملين كده. السنه ان القدمين يكونوا متجهين بيشيروا للقبله. فده اهم جدا. ايضا برضو كثير من الناس لما بيجي يصلي ويركع يعمل ايده كده كده، لا كده الايد بتبقى عامله كده على الركبه، ما تبقاش ما تعوجش كده كوعك قوي كده. هذا ليس من السنه، السنه كده، السنه كده مش كده على الركبتين. الكلام ده وانت ساجد، لكن اثناء الركوع لازم المرفق يبقى كده، لكن ما تخليش المرفق منحرف خالص عامل كده وانت حاطط ايديك على ركبتك. ايضا كثير من الناس يعني بيستهين بالبسمله والاستعاذه. بسم الله الرحمن الرحيم ايه من ايات الفاتحه عند جمهور العلماء، وعند بعض العلماء ايه في كل سوره، لكن هي يقينا هي ايه في سوره الفاتحه. هتلاقي حتى في المصحف بتاع حفص مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ايه. عشان كده الامام لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا اما يسر بيها يعلم بيها. لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحه تبطل الصلاه. فالمأموم لازم يخلي باله هو كمان، هل الامام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ تاكد ان هو بيقولها سرا او جهرا. واوعى انت ما تقولهاش لو كنت بتصلي صلاه سريه او بتصلي وحدك منفرد. يعني اوعى تظن ان بسم الله ان الفاتحه بتبتدي من الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه لازم تتقال. ويستحب ويكره ترك الاستعاذه. كما جاء في سوره النحل اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فاذا ما قراتش تعمدت تترك البسمله او تترك الاستعاذه تتلاعب بك الشيطان وانت تقرا القران تسرح. ولو كان امام ممكن يخلط وينسى ويخلط الايات ببعض. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيقرا الشيطان القى في امنيته فينسخ الله به فخلى كفار سمعوا ايه كفر وهو لم يقرا. وفي روايه ان جبريل قال له انت قلت ايه؟ يعني قال لما قال قصه طويله وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو يقرا سوره النجم وتلك الغرانيق العلى وان شفعاتهن لترتجى. بعض العلماء او جمهور العلماء قال ان الشيطان تشبه بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، قلد صوته وادخل هذه الايات في اذن الكفار وهم يقرا. وبعض الروايات القليله ان جبريل جاله وقال له انت قلت يا محمد؟ قال له انت قلت كذا كذا. فيعني الشيطان لن يتركك ابدا. فاذا تركت الاستعاذه من الشيطان تلاعب بك الشيطان وخلط وممكن يوصلك ان الصلاه تبطل ويخليك تسرح ويخليك تخلط في القران.
فلازم الواحد يستعيذ من الشيطان. كثير من الناس يروح بقى بسم الله الرحمن الرحيم ممكن يصلي الصلاه كلها وما يستعيذ قبل الفاتحه او قبل السوره. هذا لا هذا مش صح، هذا ليس صحيح. ايضا الاسراع في القراءه، يعني يكره جدا الاسراع في القراءه خصوصا في الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ده هي دي ايه دي قراءة رسول صلى الله عليه وسلم. انا بعض الناس وانا بصلي جنبهم وانا اقرا ايه من الفاتحه ليه خلص اقول لك لحق امتى يقرا الفاتحه وايه صغيره، اكون ما قريتش الا ايتين من الفاتحه. بتقروا ازاي القران؟ انا مش فاهم بتقراه ازاي. 50% من الناس ربما تكون صلاتهم باطله لانه بيقرا بدون تدبر بدون وعي، بيقرا بسرعه جدا. انا ما اعرفش، انا اقسم بالله بعض الناس ابقى بيصلي جنبي بيصلي جنبي اقرا الفاتحه اقرا ايتين من الفاتحه يكون هو قرا الفاتحه وسوره صغيره، ابقى واقف بتعجب مش عارف ازاي بيحصل كده. القرايه تبقى بالطريقه دي، لازم يكون في فصل بين الايات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدائم يطيل الايات، كما جاء عن ام سلمه قال قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم مدائم يطيل الايات، يمد في الايات في الايات مدا. وجاء في اصلا اخر ما وصل رسول الله ايتين ببعضهما البعض، عمره ما كان بيوصل ايتين. ازاي توصل ايات الفاتحه؟ هذا لازم من الادب مع الله سبحانه وتعالى. انا ما بقولش الصلاه تبقى باطله، لكن الحديث الصحيح اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال رب العالمين حمدني عبدي، اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، اذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، اذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بنا الملائكه لما تقول الحمد لله رب العالمين تقول حمدني عبدي. فازاي تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد؟ اما بتعمل كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، يبقى المفروض ربنا هيقول ايه؟ حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فلت ادب مع الله سبحانه وتعالى. انت لو انت بتتكلم مع واحد، وعشان كده العلماء قالوا الانسان لا يقرا الفاتحه يقرا الفاتحه الايه ويسكت شويه، لان انت ربنا بيرد عليك. ربنا لما انت بتقول الايه بيروح مكلم ملائكه فوق وبيقول حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي. انت كده تقاطع رب العالمين. انت لو بتكلم مع واحد وهو بيكلمك ورحت مقاطعه ومكلمه هيغضب منك وهتعتبرها قله ذوق. احنا بنتكلم مع رب العالمين، لازم الفتحة تتقرب الراحة خالص وبتدبر وتمعن. يعني دي أم الكتاب، المثاني التي تقرأ 5 مرات في الأسبوع، لازم يكون واحد يقرأها بالراحة ويتدبر. ولا الصلاة ربما تبطل وتضيع معظم ثوابها. لازم تقرأ الفتحة واحدة واحدة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. مش مشكلة الصلاة تخلص وقتها، الصلاة لازم تاخد وقتها ولا الصلاة تبطل. لأن قراءة إذا كانش فيها تدبر وخشوع يبقى اطمئنان وخشوع وتدبر يضيع معظم أجر الصلاة، ربما تخرج منها بلا شيء. كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج المؤمن المسلم من صلاته بشطرها، ابتدأ بشطرها، يعني يمكن أفضل الناس بيطلع بنص الصلاة. يخرج الرجل من صلاته بشطرها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يعني في بعض الناس بيطلع بعشر، بيخسر 19 الصلاه وبياخد عشر بس. وهم كثير هذه الايام، ربما معظم الناس هذه الايام. لانه كثير من الناس لا يحسن الصلاه ولا يحسن قراءه القران. القران لازم يتقرب الراحه، والفاتحه لازم تتقرب الراحه واحده واحده، والايه تتقال وتسكت، بعدين ايه ثانيه تقولها وتسكت. فالاسراع في القراءه ووصل الايات ببعض خصوصا في الفاتحه، لأن رب العالمين بيرد عليك، مش من السنة. أقول قولي هذا، استغفر الله. لازم نكمل، لأن يعني قراءات الصلاة كثيرة جدا. نكمل في لقاء آخر. أقول قولي هذا، استغفر الله.